صالح لسعد العبود، سعد عالي يا سلام، هدف اول النقطه ويبحث عن النقطه 45. صالح بشير تمريره اختراق بالعمق محاوله بالمرمى الكره الماضيه المحاوله ملعوبه خطره للبرنس توغو جول. هم من يتقدمون في هذه المباراه، كره ملعوبه للخلف عادت لمحمد روبز يبحث عن الزاويه البعيده ملعوبه بالراس. الاتفاقيه القادم من المغرب، كره الى الرهيب، الرهيب تمريره الى العبود، اول لمساته عقال جو. يا الله خطره البرنسوغو، البرنسوغو جو 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 جو. على طول تلعب كره عرضيه لمنطقه الجزاء. فريقها في كل المناسبات، هذه كره ملعوبه، البرنسوغو لو عدى خطيره، بالفعل عدى انفراد، انفراد خلاص. من خلال بداية هذه المباراة نقاط ضعف وقوة في الاتفاق سنشاهد من خلال النقلات، كرة ملعوبة، انطلاقة تسديدة في المرمى. بشير يبحث عن تغيير الكرة تماما بنقلة للأمام، هذه الكرة الخطأ الثاني جول جول. أضعها أمام المرمى، كرة منقولة للأمام بلمسة، البرنس تاغو محاولة مرور، التسجيل ممكن جول.